بعد وجبة الإفطار بدقائق قليلة بعض الناس بتبدأ بكاسة مي وبعدها بالشوربة وبعدها بالوجبة الرئيسية. طبعا هدول لا لنلاقيهم مع كاسة العصير بأصنافه المختلفة. والبعض الآخر من الناس ما بتترك قنينة العصير أبدا لدرجة أنه ما بتهتم بالمأكولات الموجودة لاعتقاد أنه هالشي حيخليها تتفادى العطش باليوم الثاني. خبرني شوي هيك يا ورد، أنت من هذا النوع تأكل ولا بتشرب أكثر؟ هو أنا برمضان لا عم باكل ولا عم بشرب، بس بتطلع بعيوني. إيه بس بتطلع بعيوني. عن جد يعني أنا من الناس اللي برمضان شهيتي بتصير تحت الصفر، لأنه يمكن المعدة بتصغر، يمكن انقطاع عن الطعام لفترات طويلة، وهذا الموضوع خطأ طبعاً، لأنه بالنهاية في عندك مهام وعبادات لازم تقوم فيها. يمكن أول كم يوم بتضاين، لكن بعدين بتفرط، حتى ما تفرط عزيزي المشاهد مثل حكايتنا، وتكون عم تعاني من تداعيات تانية بسبب سوء الغذاء. بفقرتنا الخاصة بالتغذية لليوم خصصنا الحديث أكثر عن المشروبات الرمضانية اللي بتعطينا طاقة وما بتعطينا سكر وسعرات حرارية عالية. شو الكمية المسموح لنشربها بين الفطور والسحور، وكيف ممكن تأثر على صحتنا بتناول المفرط؟ تفاصيل وأجوبة كثيرة رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة ثواب الغبرة، وهي اختصاصية بالتغذية. يسعد أوقاتك، رمضان كريم لك إن شاء الله علينا وعليكم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا. بداية خلينا نحكي بالمشروبات الرمضانية، باردة أو ساخنة بمختلف أنواعها. شو هي المشاريب اللي أنت بتشوفيها أنه هي ما بتضرنا ومريحة على المعدة ونحن بنشربها يعني أكثر شيء بهذا الشهر؟ صح. هلا كلياتنا هلا قلتي احلى شيء ساخنه وبارده. الساخنه على طول عندها كارت بلانش، يعني نحن بنضل نلاقي الساخنه هي افضل من البارده. البارده لها مشاكل كثير، بس هلا القاعده العامه الاساسيه والكل بيعرفها بس يا ريت بيطبقها، هو سلسون طعامك، سلسون شرابك، سلسون نفسك. احسن مشروب بالكره الارضيه هو الماء، والماء ما يكون من السله من الثلاجه لانه هلا الجو معتدل. تمام. الماء الفاتر اللي بنفطر عليه مع شويه تمره هذا من اجمل الافطارات اللي نحن بدنا اياها. هلا فيما بعد المشروبات الرمضانيه اللي هي الامر الدين وعندك تمر هندي والعرق السوس وهدول الاكثر اشياء انا ما بخبي نسبه العاليه فيهم تبع السكر، مع انه انا مع بعض الناس للوصفات اللي عندها ضغط منخفض انه العرق السوس كثير كويس للناس اللي عندها التهابات خفيه بالجسم رائع، بس ما نتجاوز هاي القاعده حتى ما يصير تطبل ونحن جاي بين رمضان نسطح بطننا ما يصير عنا يا تدور بالبطن بعد فترة العيد. هاي هي الفكرة الأساسية والكل بيعرفها بس ما بيطبقها، بس نحن هلا مو بفترات صيف شديدة حتى نصير نطلع نلاقي المي السوائل غلبة الأكل لأنه هي اللي بتعمل تمديد للعصارات. تماما يعني إذا ازداد الطقس منضبط فلذلك ما عم نعطش كتير، فخلينا معتدين وكمان ما ننسى المي. يعني في ناس بتنسى المي جدا بهذا الشهر الفضيل، ما بتلحق تشرب. خاصة بتعرفي مين الناس اللي من ننبه عليهم هلأ اللي صاموا، الناس اللي عاملة عمليات قص المعدة أو السليف أو هدول بيكون صغرت حجم معدتهم وبينسوا عندك يا مراكز العطش بتكسل هنا وكبار السن، فبيصير عنا من نذكرهم بالمي تذكير، يعني مو العطش اللي بيذكرهم على فكرة بينسوا ليوم تاني ممكن ما يشربوا لك ولا شيء. فنحن بنقول بيحطوا بعد ما خلصوا عندكم فاتوا على صلاة الترويح بالليل حطوا فنجان مي كل شركتين ثلاثة يشوفوا شفة، لأنه هدول بينسوا المي نهائيا. وهي مشكلتي برمضان بخاف على الكلى إنه نحن يصير عنا ترسبات أملاحية عندك أملاح وهالقصص هي على هالعضو المهم، فبنلاقي حالنا كتير صارت مشاكل فيما بعد. تمام. طيب تعالي نعمل هيك تصفيات، أمر الدين، تمر هندي، جلاب، عرق سوس، هذا اللي بيطلع التم هذا تبع الاولاد مشروب الاولاد. فكرك اذا عملنا نصيحه بيردوا علينا الاولاد، نحن علينا نعمل اللي علينا، نعمل اللي علينا والباقي على ربنا. طيب تمر هندي، عرق سوس، جلاب، أمر الدين، جلاب. على فكره انا بحب عرق سوس وانا صغيره مشان ما وبدون بدون ذكر اسماء تجاريه في العصائر يلي بتجي بظروف الملونه تنكات والهدول يعني فيها نسبه سكر عاليه، فيها نسبه حمض ليمون كمان. من الأسوأ للافضل نبلش من الأسوأ للافضل التنكات، لا التنك يعني لاي شيء بيتذوب وهو سريع الانحلال. الفكره بيكون في حمض الليمون عالي وبكون نسبه الصيام بعد عندي اياها ترسبه كله. انا بحس عم نشرب ملح الليمون. ايه يعني هذا بيجرح الكلية، يعني هذا ننتبه منه. ما حقول لك الأي ولا ولا لأنه هو مفروض مشروب عم ينشهر وينباع ولا ما استمر ونسبة بيقولوا لك إنه سعره أرخص وعم يروينا العالم بيهمه هون ما بيهمه باقي جسمه، يعني هاي الفكرة الأساسية حتى تكون واقعية. هلا مشان أنت مثل ما صنفت أنا حقول الفكرة الأساسية أضبرهم هو هذا تبع حمض الليمون. يليها نحن إذا كان عندنا مثلا عرق السوس كتير مادة رائعة فكرة وأنا معجبة فيها
هذا المشروب، لكن هو بس لمرضى الضغط ما بدنا اياه. مين بيقدر يشرب عرق سوسي؟ ومرضى الضغط انا ما بعرف. انت معه ولا ضده؟ بيكرعوه. في ناس بيكرعوه يعني هو طعمته هن. انا بصراحه ما بعرف بالضبط، كل واحد فينا بيقدر يتقبله في ما يتقبل. صح، يا كثير بيحبوه يا بيحبوه يا ما بيقدروا يحطوه بتمه. بس انت هلا قبل شوي قلتي مرضى الضغط ما بصير يشربوا عرق السوس، طب في امراض معينه ومرضى الغده هذا اللي انا حابه يعني اعرفه منك، انه في امراض معينه نحن لازم ما يشربوا مشروبات معينه كمان بالضبط. ممكن تحكي لنا عنه؟ هلا مرضى الغده اللي ما بينتبهوا انه عندهم قابليه للتنفخ بشكل عالي. هلا هو هذا المشروب بالذات عنده قابليه لاحتباس السوائل بالجسم عند ايام مو بالطبيعي، فبتلاقي كثير عندنا يا مشاكل فيه. بس هو كثير منيح هذا المشروب لاي انسان عنده التهابات خفيه بجسمه، لانه هو بنسموه نحن بعلم التغذيه كورتيزون رباني. هو ما له كورتيزون بس بيعمل نفس مفعول الكورتيزون بمقاومه الامراض الالتهابيه. يعني انا مو ضده على فكره، بس للناس اللي عندها مرضى مشاكل الغده او مرضى الضغط ما بدي اياه. اوكي. الفكره الثانيه هلا نحن حتى ما نقول الاحظر وهي، وهلا الملونات تبع الجلاب والامور والمشروبات الغازيه، انا اذا بقول لك مو مشكله للمرضى القرحه، ذبح ذبح لمرضى القرحه، ذبح للعالم اللي هي صار عندها تخمه. يعني انت الاكل اللي انت حطيته مع مشروب غازي ما استفدت تقريبا فوق 70% ما استفدت منه، لانه رب العالمين لازم يخلق المعده حامضيه، انت حطيت الوسط المعاكس له، فحتما لا استفاد من حديد اللحم للدجاج للشيء لابدا. ساوعه صارت هضم التخمه اللي بتتيجي بعد اي مشروب غازي لا تعادلها اي تخمه. عم نحكي عن الجلاب هون؟ هلا جلاب وعرجت يعني شوي على المشروبات الغازيه، على الكولا، على المشروبات الغازيه، المياه الغازيه يلي في كثير ناس بتفطر بتشرب كاستين منها. غير انه هلا هاي العصاير بترفع نسبه الانسولين فورا درجه بعد الصيام، يعني بيكون الواحد سكره حاليا قبل المغرب 90-95، ما بتلاقي الا صارت فوق ال 230 اي لانسان طبيعي، لإنسان طبيعي، لأنه سريعين الامتصاص ويرفع درجة الأنسولين، فما بالك إذا مريض سكري. طيب تمر التمر هندي رائع جدا، بس ما عدا مرضى الكلى. هذا بنحبه كثير. بس لمرضى الكلى ما بحبزه لأنه ترسبه وطرحه كلوي. فالفكرة الأساسية هلا مو قصة كل العصاير بتروح المياه تبع عندك يا، بس بيعمل أملاح بالكلى شوي. وأمر الدين. أمر الدين رائع لمرضى الإمساك خاصة، أنا بشجع عليه، بس لمرضى السكري لا. فالفكرة الأساسية هلا اللي عنده إمساكات هلا رح نحكي. هلا أنا بقول فيك مثل كيف ما قلت لي شو المشروبات الضارة، هلا حنكون إيجابيين أكثر، شو المشروبات النافعة لكل حالة. هلا أنا بقول أهم شيء لمريض الضغط بعد فترة الإفطار إنه ياخذ شوي شاي أخضر مع ورق الزيتون، هذا المشروب الساحر لإله. وإذا كان كمان بيناسبه هذا الحكي إنه يكون سحوره بين البردقان والموز بيضربهم كسلاش، فبيعمل له شيء اسمه رفع للبوتاسيوم، فلآخر لحظة بالمغرب لا جوعان لا تعبان لا عطشان، حتى بينزل الوزن إذا في زيادة وزن. نجي لمرضى السكري، أكثر شيء مشروب لإلهم رائع عندنا يا إذا صاموا عندك يا هو البولو اللي هو النعنع والليمون اللي محلى بنبات اسمه الستيفيا، إذا ما بيحلوه على أحسن تماماً. هذا المشروب رهيب للنفخة والغازات ولمرضى السكري. كمان ورق الزيتون إذا نحط بمشروبهم، إن كان عندي الشاي الأخضر مع القرفة أو الشاي الأخضر مع ورق الزيتون، خافض لنسبة السكر التراكمي رهيب جداً. نجي لناس اللي عندها مشاكل، عندي كولون، الكولون والكولون العصبي مشروبهم الساحر هو المليسة والبابونيش، هدول مواد مهضمة، يوم يعملوا مليسة وبابونج، يوم يعملوا مليسة وشمر، ما بيشوفوا النفخة ولا الكولون طول فترة الشهر الفضيل. فهي المشروبات الساخنة بتعمل كسر لحاجز هذا الاضطراب الهضمي الموجود عندهم. وكيف بتتاخد امتى؟ بعد نفضل انا بعد وجبة عندي اياها المغرب، وكمان مشروب ساخن منه كمان بعد فترة التراويح اذا بدو ياخذوا مع اي شيء عندي اياه سناك بسيط. الناس اللي عندها مشاكل بالمفاصل، احسن مشروب لهم بالنسبه لي انا عندي اياها هو الماء والليمون، بس اجمالا عندي اياها اذا يعني يكون تحلايته شيء طبيعي، لانه بيروح الاملاح اللي بتترسب على المفاصل. هلا شلون بدنا نساوي؟ نحن بنقدر نقول مثل البولو كمان نحط له شويه نعنع وليمون، هذا رائع جدا كمان للناس اللي عندها مشاكل مفاصل واملاح تترسب عندي اياها على المفاصل على المدى الطويل، خاصه فترات صيام طويله. هلا الناس اللي عندها تساقط شعر يعني وهالامور اللي بيقولوا شو دخلها هي كلياتهم عندنا، بنلاقي انه احنا في نبات اسمه الميرميه والمردقوش، هذول اذا انغلوا مع شاي او شيء بيوقفوا لهم تساقط الشعر وبيعملوا على انتظام هرموني. وخاصه هي لمرضى الغده، الامور الطبيعيه كيف كلها علاجيه جدا يعني. وهي مشروب فينا نحطه مع شاينا ومع هي، لنفرض انا انسانه ما بحب طعمه الميرميه وبلاقي انه في عندي مشاكل، بدي مثلا بلاقي بدي اعمل تنظيم للهرمونات للامور، خاصه تساقط الشعر هرموني او في مشاكل تكيس مبايض او اي شيء،
بمجرد شوية بشات حطينا شوية مليسة مع شوية ميرمية وبردقوش، لقيت فرقت الشعر اللي على الفرشاي لقيته خف لنصه بنهاية رمضان. يعني برمضان في أحياناً فقر دم بيزداد، فممكن يؤدي لتساقط زائد. اي، وحتى للناس اللي عندها مشكله عندي اياها فقر الدم، بتلاقي المشروب اللي هو فيه البردقان والشوندر، هلا لسه في الشوندر، رائع جدا لناس اللي عندها مشاكل فقر الدم، وخاصه اللي بيهبط عندي اياها الهمه والطاقه تبعها بنهايه قبل المغرب بشوي، فبتلاقي اذا اخذتها على السحور هي الموزه والشوندر والبردقاني، مشروب رهيب لرفع مخازن الحديد بالجسم. اوكي، فهي الامور هي كلها. طب خاصه اذا مشروب محبب، وفي ناس فنانه، مثل ما في فنانة بالطبخ في فنانة بالمشروبات، صح. القاعدة الأساسية إنه أنت وقت بتحس حالك إنك تقلت شوي بالأكل، أجل المشروب إن كان عندي يا بارد لبعد شيء تقريبا 3/4 ساعة، إذا كان ساخن بالساعة، فبتلاقي فرق بالهضم والعصارات الهاضمة. أوكي، بدي أتشكرك كثير على كل شيء أعطيتينا إياه اليوم، وبدي أقول إنه لازم دائما نعتمد على كل شيء طبيعي، دائما نلجأ للأشياء الطبيعية لأنه فعلا فيها المنفعة وفيها كثير من الفوائد. صناعة رب العالمين. سبحان الله. شكرا كثير لك دكتورة، ورمضان كريم. علينا وعليكم يا ورد.